at 9 o'clock الساعة 9 at dawn في الفجر at midday في منتصف النهار at night ليلا at the weekend في نهاية الأسبوع at the age of 18 في سن 18 at home في المنزل at work في العمل at school في المدرسة at university في الجامعة at the bank في البنك at the airport في المطار at 10 Downing Street 10 شارع داونينج at the top of the bottom at the top في القمة at the bottom في القاع the reception desk at the reception desk في مكتب الاستقبال at the bus stop في محطة الأتوبيس on December 25th في 25 ديسمبر a new year's day في يوم رأس السنة on Monday في يوم الاثنين on Tuesday في يوم الثلاث on the day we arranged في اليوم اللي رتبناه on my birthday في يوم عيد ميلادي on Oxford Street 5th Avenue في 5 حارة في أكسفورد on holiday في أجازة on vacation في أجازة on a bus في أتوبيس on a plane في الطيارة on a bicycle على الدراجة on foot سيرا بالأقدام on the floor على الأرضية on the wall على الحائط on the radio في الراديو on the television في التلفزيون on the menu في القائمة on the right في اليمين on the left في اليسار in 2025 في 2025 in a minute بعد دقيقة in a month بعد شهر in a year بعد سنة in January, February, March in January في يناير in February في فبراير in March في مارس in the future في الماضي in the past في الماضي in the past in the future في المستقبل in the future في المستقبل in the morning في الصباح in the evening في المساء in winter في الشتاء in spring في الربيع in summer في الصيف in autumn في الخريف in the town center في وسط ال في سنتر المدينة in a restaurant في المطعم in a hotel في الفندق in an office في مكتب in Japan في اليابان in India في الهند in Ukraine في أوكرانيا in Finland في فنلندا in New York في نيويورك in London في لندن in Paris في باريس in a car في السيارة in a taxi في التاكسي in your pocket في جيبك in your wallet في محفظتك in cash نقدا in a book في كتاب in a newspaper في الجريدة by يعني بواسطة أو بحلول أو عن طريق by tomorrow بحلول الغد by Friday بحلول يوم الجمعة by next week بحلول الأسبوع القادم by next month بحلول الشهر القادم by the end of the year بحلول نهاية العام by this time next year في الوقت ده السنة الجاية
باي كار بالسيارة، باي باص بالأتوبيس، باي ترين بالقطار، باي بلين بالطائرة، باي بوت بالمركب، باي اير جوا، باي سي بحرا، باي لاند برا، باي ذا سي عن طريق البحر. هنا ده لوكيشن موقع. بابليك ترانسبورت، باي بابليك ترانسبورت بوسائل المواصلات العامة، باي اندر جراوند بالمترو، باي فون بواسطة التليفون، باي ايميل بواسطة الايميل، باي بوست بالبريد، باي اير ميل بالبريد الجوي، باي كريدت كارد بكارت الائتمان، باي ارنجمنت بالترتيبات، باي يور سيلف بنفسك، باي مستر براون عن طريق مستر براون. أنا هنا بنستخدم آت مع الأماكن الصغيرة مع الأوقات الصغيرة برضي الساعات مدة يعني ما تزيدش عن يوم، أون مدة يوم، أون مدة يوم مثلا، إن في مدة كبيرة أو في مكان كبير، يعني إن أير في سنة. تمام، وهتبقى في حاجات بسيطة مختلفة إن مع وسائل المواصلات اللي احنا ما نقدرش نقف فيها، في التاكسي، في العربية. إن مع وسائل المواصلات اللي ممكن نتمشى جواها أو نقف جواها، هنا باص، هنا بلين. تمام، باي يعني بواسطة أو عن طريق، باي يعني لما أقول باي اير جو بحر، باي اير جوا، باي سي بحرا، باي لاند أرضا. دي المعلومات عن ات وان وان وباي. Thanks, goodbye.